طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اذا كنحضروا اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه ضد على الزيادات الاخيره في الاسعار ديال المواد الغذائيه، الاسعار ديال المحروقات، ديال كل شيء الصراحه، لان كل القطاعات يعني كتعرف غلاء صاروخي ديال الاسعار، وكل قطاعات اخرى كتعرف حتى تدهور ديال الخدمات. وبالتالي جات هذه الوقفه كرد، لان الغلاء وصل لواحد المستوى خطير جدا، كيضرب القدره الشرائيه ديال المواطن بشكل كبير. الناس القفه كتمشي للسوق ما عندك ما تجي في يدك، وبالتالي كان لابد من ان نخرجوا، لابد من يكون صوت معارض، صوت كيحتاج على هاد الاوضاع الراهنه، ومطالب بالتغيير ديال هاد الاوضاع، لان رغم الضغط، رغم الاعتقال، رغم الظروف كامله اللي الدوله كتستغل حتى الظرفيه ديال الطوارئ الى اخره باش تقمع وتخلي الناس في الديار ديالها، تمنع الاحتجاجات الى اخره، ولكن الضغط يولد انفجار. الاحتجاج سيستمر، لان الناس ما بقات عندها ما تخسر، الناس ضرت، كما كنقولوا الضربه وصلت للعطه، وبالتالي الخروج سيكون، والاكيد ان الاحتجاجات ستستمر وغتكبر الى حين تحقيق يعني المطالب الاساسيه والتراجع لهذه الزيادات اللي هلكت المواطنين بشكل كبير جدا. حنا جينا ناكدوا على نفس النهج اللي اخترناه كجمعيه، واننا نساند جميع الاحتجاجات، خصوصا الاحتجاجات الشعبية اللي عندها مطالب واضحة كتمشي في الاتجاه ديال تحسين أوضاعها. حنا بصدد واحد حملة ديال غلاء متواترة، وبالتالي كان من المفروض ومن الواجب علينا على أننا ننظموا هذا الاحتجاج، نوقفوا إلى جانب المواطنين أصحاب الدخل المحدود. هذا واجبنا النضالي اللي ما كيمكنش نتخلوا عليه، وما يمكنش تمنعنا أي قوة أننا نمارسوا الحق ديالنا. هو تجسيدا وهذه الوقفة الاحتجاجية اللي كنديروها الآن هي ضمن واحد السلسلة الاحتجاجات اللي كنقوموا بها، وتنكونوا دائما في الموعد من أجل الإلغاء هذه الزيادات المهولة في الأسعار، من أجل إيقاف هذه الفواتير المسعورة ديال الماء والضوء. بالتالي حنا راه مناضلين، قلبنا على الشعب وحنا من الشعب. أنا راه ما عنديش، أنا راه بحالي بحال أقل واحد فيكم هنايا، راه ما كندخلش حتى 50 درهم في النهار. قاري عندي الإجازة في عام 84.